أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بعد هذا سؤال فضيلة الشيخ من المستمع إيهاب علي من عمان في الأردن، يقول فيه: في صلاة الفجر في المسجد يقوم الإمام بشكل يومي ودائم بدعاء القنوت، فهل هذا جائز أم بدعة؟ دعاء القنوت في الفرائض لا يشرع إلا عند النوازل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا عند النوازل، قد كان صلى الله عليه وسلم يقنت ويدعو للمستضعفين بمكة، وكذلك يدعو على الظلمة من الكفار، فقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم ويدعو على قوم، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم على أنه غير مشروع. نعم. بعض الأئمة الشيخ يحتج بأن يقول أن المسلمين الآن في نوازل وفي ضعف وفي حاجة إلى الدعاء، فكيف نرد على هؤلاء؟ المسلمون ما زالوا بحاجة إلى الدعاء وما زال يأتي عليهم، لكن الكلام في النوازل العامة الداهمة، النوازل الداهمة ذات الخطر. نعم.